الحالية اللي بتطل على رأس الترتيب كانت 6 شهور، فعلى الخطط المتبادلة اللي تقريبا مكشوفة بالنسبة لكل اللاعبين. فوز بهذه المباراة. بضربة من ضربات الألعاب الإلكترونية بلاي ستيشن، شوفوا حضراتكم قوية. النقطة تقريبا متكررة من النقطة السابقة في هذا الشوط، هل يا عادة هنشوف. أعيدت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بعد انقطاع منذ قدمين تقال شوية، بيقول لها تاتش بول، بيقول تاتش بيقول لها تاتش بول، الكرة تاتش وخارجة. ف فهو دعني الكرة تاتش 1-2. المساعد في صالحه أم في غير صالحه، فبيقول الحقيقة صراحة، فبيعترف اللاعب بهذا. وجه المضرب الأمامي من على الباكهاند فاتي فيها الكثير. حامل اللقب وانجليكينا مع حضراتكم تصنيفه الثالث على العالم الان، ولكن هو حامل اللقب فهو لصالح اللاعب وانجليكينا. فيعاد اي عدد من المرات دون توقيع جزاء على اللاعب. السيطرة على الموقف والضغط، شوفوا حضراتكم أقصى مسافة ببال، وبيروح بقوة بحركة قدمين وانجليكين و أقصى سرعة، شوفوا حضراتكم أقرب نقطة أقصى مسافة. فعارف ده كويس، وعشان كده أيضا بيكافح الحصول على هذا الشوط. مباراة لجيو يوي الصينية، العالم للصين بصفة عامة في جميع اللعبات الرياضية. ويمكن شوط واحد لا شيء في الأشواط لوانج ليكين، ولكن الآن الحسابات النظرية في اللاعب مالي. برافو وانج ليكين، شوف حضراتكم بثقة بيحصل على نقطة. وانج ليكين هي الكرة اللي تمام حضراتكم اللي بيدخل على إنه يستعد اللاعب وانج ليكين. مالين دي الدقة في التوجيه بجسمك، فحاول ان انت تظهرها اكتر من كده بالشوطين حتى لا تؤثر على لا يستهلك او وقت بين في التوقفات بين النقاط.
أقرب نقطة فيه. نتيجة واضحة. قطرها عن 38 مللي. اللازقة من حضراتكم. برافو. طبعا لان سطح الطاولة هو ملعب خلف الخط. من اروع النقاط اللي بتلعب، شوف حضراتكم بعد المسافه ودقه التصويب وحركه القدمين والجسم والقوه اللي وانجليكي. برافو. اتكلم نفسه كده ويتحدث مع بنات افكاره عما سيتم في الشوط القادم. وهارد لاك مالين امثال ابل جرين وكيجل. على مستوى جميع اللعبات الرياضيه. الضربات الهجوميه والحاجات الكرات بتلمس الشبكة وتغير اتجاهها. نارية تخرج من أسرحة إلكترونية صناعة صينية. ثلاثة ثمانية لحضراتكم. ده بقى حظ على شوط الفاصل. أعلى مستوى ممكن في تنس الطاولة أن نشوفه على شاشة دبي الرياضية. وانج هاو في النهائي. الحماس في الصالة اعتراضه أو أن الكرة في الشبكة و وانجليكين للإسباني. المصنف الأفضل. برافو وانجليكين، وفعلا يكسب ويقترب وانجليكين من لكن مشيئة الله تعالى على قناة دبي الرياضية قناة المشاهير. برافو وانجليكين.